فانتقل عليه الصلاة والسلام، جسده مكرم في الأراضين وروحه مطهرة في أعلى عليين. ما الذي بيننا وبينه؟ حوض، نجده يوم القيامة قد سبقنا إليه. كل من أحبه واستن بسنته سيجد النبي قائما على الحوض يسقي. اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض. الفارط الذي يسبق القوم إلى مورد الماء، فهو عليه الصلاة والسلام يسبق أمته إلى حوضه، قائم على حوضه عليه الصلاة والسلام يسقي أمته. من سبق أو من كتب الله له أن يتأخر زمنا، ما دامت النية صادقة والقلب سليم والرغبة فيما عند الله قائمة. واعلم يا أخي، اعلم يا أختاه، لا يمكن أن يكون هناك أحد منا ليس له ذنب ولم يقع منه خطأ، هذا محال. لكن الله يقبل التوبة من عباده، والله يغفر السيئات، والله يمحو الزلل. وقد قال ربنا في كتابه العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يخلص الإنسان لله النية، إذا وقعت الطاعة يحمد الله ويزدد منها، وإن وقعت المعصية يستغفر الله ويتوب منها. وربك يغفر الذنوب ويقبل التوبة ويرحم عباده.